تاريخ أمريكا هو تاريخ انتخاباتها، مواعيد كثيرة تركت قصصاً تروى إلى اليوم. انتخابات العام 1960 بقيت راسخة في أذهان الأمريكيين، إذ اشتعلت وقت ذاك عاصفة سياسية كبيرة. القصة تتلخص في فوز كينيدي بفارق 113 ألف صوت فقط من أصل 69 مليون صوت، أمر جعل الجمهوريين يتهمون نظرائهم الديمقراطيين بتزوير الانتخابات في 11 ولاية. وقتها رفعوا دعويين في ولايتين هما تكساس وإلينوي، حيث فاز كينيدي في كل منهما بأقل من 9000 صوت. الجمهوريون زعموا أن الديمقراطيين في إلينوي اقترعوا بأسماء عدد من الموتى في مدينة شيكاغو. القضاة رفضوا الدعويين، لذلك تحول الجمهوريون إلى المجمع الانتخابي لقلب نتائج الانتخابات، إذ تآمر ائتلاف من المعارضين لحرمان كينيدي من الرئاسة. كان معظمهم أعضاء من البيض المحافظين من الجنوب الذين يعارضون سياساته الليبرالية، خصوصاً دعمه للحقوق المدنية للأمريكيين السود، لكن الخطة لم تنجح. هذه الانتخابات مثلت ما يمكن تسميته بلعنة لاحقت كلا المرشحين، فبعد 3 سنوات فقط تم اغتيال الرئيس كينيدي في الحادث الشهير، فيما أدت فضيحة ووترغيت لاستقالة الرئيس نيكسون عام 1974 ومحاكمته بتهمة التجسس على الحزب الديمقراطي.